صباح الفل عليكم. النهارده هنعرف ازاي نعمل الافكتس اللي كانت موجوده في كليب حمزه نمره القصه واللي كان من الالبوم الجديد مولود سنه 80. في البدايه انا عامل امبورت الفايلات اللي هشتغل عليها، وكمان قاسم الباك جراوند واخدها سكرين شوت من الفيديو وقاسمها هي والشخص اللي موجود، علشان الافكتات اللي هتكون موجوده عندنا زي ما هنشوف مفصوله عن الباك جراوند، وكمان حاطط الجزء اللي هنشتغل عليه في سيكونس على طول. لما بنشغل الفيديو بنلاقي عندنا تو افكتس. الافكت الاولاني الاوديو سبيكتروم اللي موجود تحت في الخلفيه اللي فيه الويف بتاعه الاوديو، والافكت الثاني اللي هو الافكت بتاع التكست. لو عملنا زوم شويه كده هنلاقي ان الافكت بتاع الاوديو سبيكتروم هو عباره عن تو لايرز، مش لاير واحده بس. فهنعرف مع بعض دلوقتي ازاي نقدر نعمل الافكتس دي كامله. فاول حاجه بنخفي الفيديو عندنا من هنا لان احنا هنحتاج الصوت بتاعه ونعمل عليه الاوديو سبيكتروم، وبنروح نجيب الصورتين اللي موجودين عندنا. وزي ما احنا شايفين ان الصورتين واحده للشخص اللي موجود على الكرسي والتانية للباك جراوند لوحده. فاحنا اول حاجه هنعملها هنعمل لوك لكل اللايرز اللي عندنا علشان ما نحركهاش من مكانها خالص، وبعد كده هنبتدي نعمل سوليد. فنقدر نعمل السوليد كليك يمين نيو سوليد، ومش مشكلة خالص اسم السوليد ولا لونه مش هتفرق معانا خالص، اهم حاجة بس نبقى متأكدين من الابعاد بتاعت الكومبوزيشن بتاعتنا اذا كانت هي نفس الابعاد اللي شغالين عليها ولا لا. ولو عايزين نريح نفسنا ممكن نعمل ميك كومب سايز علشان ياخد نفس الابعاد اللي موجودة في الكومبوزيشن يخليها للسوليد اللي عندنا. وبعدها هنعمل اوكي. واحنا واقفين على السوليد اول حاجه هنضغط على حرف T من الكيبورد عشان يبين لنا الاوباستي بتاعته، وهنبتدي نقللها شويه علشان نشوف الباك جراوند عشان نقدر نرسم الماسك بتاعنا. وهنبتدي واحنا واقفين على السوليد وهنروح للبين تول وهنبتدي نرسم نقطه هنا ونقطه ثانيه ليكن هنا، ونبتدي واحنا ضاغطين عليها كده نشدها لحد ما تعمل الشكل اللي احنا عايزين الاوديو سبيكتروم بتاعنا يكون ماشي عليه. وبعد كده نرجع تاني نجيب الموف تول وكده خلاص احنا عملنا ماسك بس للشيب بتاعنا. هنرجع نخلي الاوباسيتي بتاعتنا 100% تاني، واحنا واقفين على السوليد بنروح لافكتس اند بريسيتس وبنعمل سيرش على اوديو سبيكتروم. بناخد الافكت بتاع الاوديو سبيكتروم وبنحطه على السوليد اللي عندنا، بنلاقيه عمل معانا خط كده موجود في نص الشاشه. كبر بس نعمل فيت للصوره عشان نشوفها بشكل اوضح، ونبتدي نروح للاوديو لاير ونختار منها رابع حاجه عندنا اللي هي التراك. واوريدي لو انت عندك اي تراك تاني هتلاقيه موجود فهتبتدي تختاره من هنا. وتاني حاجه الباس بنقف عليها ونختار منها ماسك 1، فبنلاقيه على طول نقل الخطوط اللي كانت موجوده في نص الشاشه للماسك اللي احنا اوريدي كنا رسمينه تحت. بعد كده بنروح ابدل بقيه القيم على حسب الافكت اللي موجود عندي اللي انا عايز اعمله، وانت تقدر تجرب اختلاف القيم دي وتديك افكتات مختلفه بعيدا عن الافكت اللي احنا هنعمله دلوقتي. وهبقى اعمل توتوريال بعدين يشرح الافكت ده بالتفصيل لكل حاجه انت عايز تعملها فيه ازاي تعملها بالظبط. واوريدي دلوقتي الافكت ده بقى مستخدم في اغلب الفيديو كليبس، واوريدي احنا بنشرح ده مع الوقت فهتلاقينا بنعيده تاني وبنشرحه تاني بكل الاوبشنز بتاعته. فالاول هروح اغير الستارت فريكوانسي، بدل ما هي 20 هخليها 1، والاند فريكوانسي هخليها 700، والفريكوانسي باند هخليها 700 برضو، والماكسيمم هايت هخليها 300، والاوديو ديوريشن هخليها 100، والسيكنس بتاعته هخليها 5، وهسيب الاوديو اوفست زي ما هي، وهسيب السوفتنس 50% زي ما هي. ولكن هبتدي اغير الانسايت كلر، هخليه مثلا في الرينج ده علشان ده اللي موجود عندنا، دي الالوان اللي موجوده في الباك جراوند، اقول له اوكي. وهغير الاوتسايد كلر وهخليه في المنطقه دي كده. بعد كده هنزل تحت للسايد اوبشن وهخليه سايد A بس علشان يبقى موجود عندنا فوق. ولو عملنا بلاي كده للفيديو هنلاقي ده الافكت اللي بقى موجود معانا. ودلوقتي نقدر نرجع للسوليد ونضغط انتر من الكيبورد ونغير اسمه نخليه اوديو، وهنعمل له دوبليكيت من الكيبورد، هنضغط كنترول وحرف الدي، وهنقف عليه نعمل عليه كليك يمين، ومن ترانسفورم هنبتدي نعمل له فليب هوريزونتال. ونقدر نرجع للاولاني ده مره ثانيه ونبتدي نخليهم قريبين من بعض، وزي ما احنا شايفين هو ما كانش موجود في نص الشاشه بالظبط، ولكن نقدر نعدل ده بكل سهوله ان احنا نقف نشد النقطه دي لهنا شويه، ناخد الاوديو سبيكتروم 2 ونشد النقطه دي لهنا شويه. وهنلاقي ان الويف التاني ده مش على نفس الخط بتاعه، فهنبتدي نقف عند النقطه دي ونبتدي نسحبه لفوق شويه هنا كده. بعد كده هنعمل له بلاي، ولكن هنلاقي الويف فورم بتاعتنا هي قدام الشخص، فهنبتدي ناخد التو ويف فورم ونخليهم ما بينه وما بين الشخص، فهنلاقيه بيبقى موجود وراه. بعد كده واحنا واقفين على التو سوليد اللي عملنا منهم الافكت هنعمل عليهم كليك يمين وهنبتدي نعمل لهم بري كومبوز،
ونتأكد ان احنا عاملين على move all attribute into the new composition. ونقدر دلوقتي نسميه باسم جديد اللي هو audio spectrum مثلا 01، علشان احنا هنعمل منه النسخة التانية اللي هما لو كنتوا فاكرين ان هو معمول الافكت دبل مش افكت واحد بس. دلوقتي في الكومبوزيشن اللي احنا عملناه الجديد اللي هنا ده هنبتدي نعمل ماسك عليه علشان نبتدي نظهر الجزء اللي على الاطراف دوت اكنه مخفي. فهنبتدي نقف عليه ونروح نجيب البين تول ونخلينا واقفين قريبين منه على قد ما نقدر ونعمل عليه ماسك بالشكل ده. بعد كده نروح نفتح الماسك ونخلي الفيزر بتاعه 150، ونقدر اصلا نزود الاكسبنشن بتاعه او نقلله على حسب ما احنا عايزين شكل الافكت بتاعنا يطلع شكله عامل ازاي. فانا مثلا هخلي الاكسبنشن بتاعي سالب 200. هرجع دلوقتي اشغل الفيديو. بعد كده هنرجع لقائمه بروجكت ونروح لاوديو 1 اللي احنا عملناه ونعمل كنترول دي عشان نعمل منه دوبليكيت، نعمل منه نسخه تانية ونبتدي نفتح الكومبوزيشن الجديد. وهنا نغير في الاوديو سبيكترم بتاعنا من الافكت، نغير القيم دي، هنخلي الواحد دي 3 ونخلي الاند فريكوانسي هنخليها 500. وهنعمل نفس الموضوع مع الاوديو سبيكترم 2، هنخلي دي 3 وهنخلي دي 500. وهنرجع تاني هنا، ولكن عشان نبين الاختلاف ما بين الاثنين اوريدي الاول محتاجين نحط ده في الكومبوزيشن بتاعنا هنا تحت. ونعمل حاجه، هنخلي اللي فوق ده هنضغط على حرف التي من الكيبورد عشان نقلل الاوباستي بتاعته، هنخليها 50. ونبتدي نغير المود بتاعه، هنخليه اوفرلاي، وهنخلي كمان اللي فوق اوفرلاي. ودلوقتي لما نيجي نشغله هنلاقي ده الافكت بتاعنا، ولكن هنا لسه ده مش معمول له ماسك زي دوت. فهنقدر نقف عليه ونروح نفتحه وناخد الماسك ونعمل له كوبي، نروح نقف على 2 نعمل له فيه، فهنلاقي معانا الافكت النهائي ده. وبكده نكون قدرنا نعمل نفس الافكت اللي موجود عندنا اللي هو الاوديو سبيكترم اللي بيكون موجود في الفيديو تحت. ودلوقتي هنبتدي نعمل تاني افكت معانا اللي هو افكت التكست، ولكن الاول محتاج ارجع للفيديو علشان اشوفه واقدر احكيه بالظبط زي ما هو موجود عندي. فالاول هروح افعل تاني الفيديو، ولكن المره دي هضغط على الايكون اللي موجوده هنا دي فبتعمل لي نقطه. النقطه دي موجوده في خانه اسمها السولو اللي هي بتعمل هيدن لكل الفيديوز او كل اللايرز اللي موجوده عندي، وبتظهر بس اللاير اللي انا واقف عليها. فلو اتحركت جوه السيكونس زي ما احنا شايفين كده هنلاقي ان الفيديو الاصلي هو اللي باين عندي دلوقتي. فهبتدي دلوقتي اروح اجيب التكست تول وابتدي اكتب نفس التكست اللي موجود عندنا. وهبتدي دلوقتي اقف عند اوله بدايه ظهوره، وهروح اجيب افكت من الافكتس اند بريست اسمه لينير وايب. فهسحب الافكت واحطه على التكست اللي عندي، وهبتدي اسحب التكست لاير لبدايه السلايدر اللي عندي هنا، وهبتدي اروح اعمل كي فريم عند الترانزيشن كومبليشن، وهبتدي اتحرك معاه لحد ما الافكت اللي عندي فوق يكمل. وانا واقف عليه هضغط يو من الكيبورد وهعمل كي فريم تاني، وهرجع للكي فريم الاولاني وابتدي اعلي النسبه لحد ما التكست يختفي. بعد كده بنعمل بلاي فبنلاقي التكست معانا باين بالشكل اللي احنا شايفينه ده، ولكن التكست بيبان بشكل فيت كده مش بيبان بشكل ستريت شبه الجديد. فهنبتدي نروح من الفيزر ده وهنبتدي نعليه لحد ما يدينا نفس الافكت. طبعا اختلاف الوقت اللي بيبان فيه الافكت اللي احنا عاملينه عن الافكت بتاع التكست الاصلي ان احنا نقدر في النص هنا نزود او نقلل الريشيو اللي بيبان بيها التكست، فنقدر نتحكم فيها مع الكلام اللي بيتقال بالظبط. واخر حاجة معانا وهو ان التكست لما بيخلص بيبتدي يختفي كده، فهنيجي عند اوله هنا قبل ما يبتدي يختفي وهنقف عليه وهنضغط من الكيبورد على حرف التي. تي هو اختصار لكلمة الاوباستي، فبنعمل له كي فريم وبنبتدي نمشي معاه لحد ما بيختفي خالص، وبنعمل له كي فريم تاني، ولكن الكي فريم التاني ده هنخلي النسبة بتاعته صفر. فهنبتدي نشوف الافكت مع بعض. وعلشان نكمل بقية التكست اللي موجود عندنا واحنا واقفين على التكست ده بنعمل كنترول دي وبنبتدي نحركه لبداية التكست الجديد اللي هيبتدي يتكتب عندنا وبنبتدي نعدله. وهكذا بنعمل ده في بقية التكست الموجودة عندنا لحد ما يحاكي الفيديو اللي موجود عندنا او على حسب الفيديو اللي انت شغال عليه لحد ما تخلص كل التكست الموجودة فيه. ودلوقتي بعد ما خلصنا هنبتدي نعمل بريفيو علشان نشوف الفيديو موجود عندنا زي ما كان موجود الاول ولا لا. ودي النتيجة النهائية للتو افكتس اللي عملناهم النهاردة مع بعض. لو عندك اي سؤال او استفسار تقدر تسيبه في كومنت وانا هرد عليك، واشوفكم الحلقة الجايه.